النوع الثاني هو تراكنج كنترولر. هالتراكنج كنترولر كثير احيانا لما بطلب من نطلب الطالب مثلا في مختبر الام اس دي كان انه يشغل يبني كنترولر، اول ما بخطر بباله تراكنج كنترولر. رح احكي لكم ليش. التراكنج كنترولر فكرته انه انا بقارن دائما الديزايرد بالاكتوال، بس الاكشن اللي باخده يا بزيد الاوتبوت يا بنزل الاوتبوت. يعني يكون في عندي هون كنترولر بيختلف شوي، هو بيشبه، عشان هيك كانوا الطلاب لما اقول لهم اعمل بروبورشن كنترولر يعمل تراكنج كنترولر. هلا رح تشوفوا ليش. الكنترولر هون في ريجستر بالاوتبوت، زي الريجستر اللي انتم في البيك شو كنتوا تسموه بي مثلا او اي، مش هيك؟ مش كنتوا تحطوا هيك اي 0 او بي 0 مثلا، هي بي 0 لبي 7 او اي 0 لاي 7، وهذا تحط انت فيه، واذا حطيت فيه فاليو مش الفاليو بضل موجود فيه. فانت هون بتعمل كانك بتعمل بالفاليو من هون. هلا الاستراتيجي تبعتنا بتصير بالشكل التالي، انه احنا بنقارن، نفترض هي السيت فاليو اللي بدنا اياه، هي الديزاير او الريفرنس. خلينا نستعمل لون ثاني. وخليني افترض الان بدينا شغلنا هذا السيستم. فبدا يزيد الفاليو واحنا عمالنا نقراه على فترات معينه، مثلا اخذنا قراءه هون عند النقطه هاي. اخذنا او حتى خلينا نفترض انه احنا عمالنا نقراه كل فتره زمنيه معينه، فقراناه عند النقطه هاي، كان الانبوت فيريبل او الاكتوال فيريبل هون. مين اكبر؟ هلا هذا الازرق هو الاكتوال. مين اكبر، الديزايرد ولا الاكتوال؟ ديزايرد. اذا ايش بدي اعمل؟ بدي ازيد الاوتبوت. فبنروح اللي بنعمله بنرفع الاوتبوت هون، بنعمل انكريمنت، يعني كانه عمالنا بنقول اف desired is more than actual then increment register B. واذا كان هذا مثلا 256 ليفل، مش هذا كم بت هذا مثلا 8 ليفل، بتكون بعمل increment level. بعمل increment لبي، بعدين ايمتى برد برجع بفحص الانبوت مره ثانيه؟ بعد فتره بلاقي هذا لسه الاوتبوت، شو بنعمل؟ برد بنعمل increment، بعدين برد بفحصه بعد فتره، بعدين بفحصه بعد فترة، بعدين فحصته هون. هذا الفحص ايش العملية هاي اللي عم بعملها؟ سامبلينج، كأني عمالي بعمل سامبلينج، لأنه هو الانبوت فعليا ما راح يكون ديسكريت، مظبوط؟ الانبوت فعليا احتمال إنه هيك هاي التغير فيه. مظبوط؟ بس احنا بين معنا درج ليش؟ لأنه احنا كل فترة زمنية عمالنا بنعمل له سامبلينج، هذا من أساسيات الديجيتال كنترول. هلا هون لما وصلنا هون ايش صار عندي؟ صار عندي هلا if actual is less than desired او else، اذا بدك تحط هون else decrement. ولاحظوا الديكريمنت والانكريمنت هون fixed amounts، يعني انا ما عم باخذ الانبوت الديزايرد والاكشوال وبطرحهم وبضربهم في فاليو معين. لو اني بعمل هيك شو بكون؟ proportional. بعدين انا عمالي بحفظ الفاليو السابق بالاوتبوت، مظبوط؟ لاحظين هذا الاختلاف الاساسي من البروبورشنال. هون اللي عم بعمله بقارن الانبوت والاوتبوت، بحافظ على اخر فاليو كان طالع عندي، وهذا الفاليو هو اللي بعمل له انكريمنت وديكريمنت. هلا شوفوا شو راح يصير عندي هون، راح انزل مش هيك؟ فبلاقي صار ايش؟ اقل، فبعكس مش هيك؟ يضل يعمل انكريمنت، راح يضل يعمل، تعتمد على السامبلينج تايم. السامبلينج تايم راح يضل يعمل اوسيليشن حوالين الفاليوز هذول، الا لما برد مره ثانيه ايش بعمل؟ لو الديزايرد الان اختلف من هاي القيمه لهاي القيمه، لما بوصل هون هلا هون مين صار اكبر؟ الاكتوال. واضح انه الاكتوال اكبر، فايش راح اعمل؟ راح اضل اعمل ديكريمنت. لاحظوا على هذا التكنيك. زين. ليش؟ التايم في بيطول كثير. بطيء. هيك سلاجش، الرايز تايم والدروب تايم سيء سيء، ايش كمان؟ يعني صعب اني اوصل للستيت حسب بدي اصغر الستبس تبعتي، كيف بدي اصغر الستبس؟ ازيد الريزولوشن، بمعنى اذا نحكي بلغه الريزولوشن، كيف بزيد الريزولوشن تبعتي؟
تزيد عدد البيتس، فبدال ما يكون عندي 8 بيتس مثلا بدي استخدم 16 مثلا او 14 او 12 بصير عندي 1000 ليفل، وقتها بصير ببطل عندي هذا الريبل اللي عم بصير. ايش كمان في مشكلته؟ مش عم يعمل ديستينجوشينج اذا الايرور كثير كبير ولا ايرور. تمام ممتاز، اذا هو هاي بالضبط هي الاختلاف بينه وبين البروبورشنال. اللي عم بيعمله هون عندي فيكست اماونت، ما عم بيعمل زي البروبورشنال الحقيقي. البروبورشنال الصحيح شو راح يعمل؟ البروبورشنال الصحيح اللي انتم درستوه في الكنترول راح يقول في اني عندي مشكله في اختلاف كبير ما بين الاكشوال والديزاير، شو راح اعمل؟ راح اطلع اوتبوت كبير، او راح يلاقي انه في الاختلاف بين الاكشوال والديزاير صغير جدا، فراح الرياكشن تبعه راح يكون صغير. هذه ميزه البي الاي. بعدين هذا بيختلف عن البي انه هو بيحفظ الدرجه السابقه. لاحظوا البي ما بيعرف شيء عن السابق، لا الماضي ولا المستقبل. البي ايش بفكر دائما؟ على الايرور. البروبورشنال كنترول دائما بتطلع على الايرور الحالي الان وعلى اساسه بتصرف، ما بيحفظ شيء من السابق. الاي ايش كان يعمل؟ الاي كان يتذكر الماضي، يضل يجمع الايرورز من الماضي. والدي ايش عم بيعمل؟ عم بتنبأ في المستقبل، بقول انه اذا ضل الوضع زي هيك الايرور عم بزيد هيك لازم انا اخذ اكشن الان والا راح يصير عندي. لكن البي ما بتطلع غير الحاضر. اذا هذا التراكنج كنترولر في له مشاكل. اول مشكله زي ما حكى حمزه انه عنده سلو ريسبونس، فيري فيري سلو ريسبونس. والسلو ريسبونس مرتبطه زي ما حكيته انه هو الفيكست اماونت ستيبس عمالها تتغير. هلا المشكله طبعا لو انا كبرت الاماونت ايش راح يصير؟ راح يتحسن سبيد اوف ريسبونس، بس ايش راح يصير هون؟ راح يصير اوسيليشن كبير. اذا هو في عنده مشكله انه هو مثبت الاماونت فيكست اماونت. اذا هي سبب الفيكست اماونت او مشكله الفيكست اماونت انه بده يوازن هو، في حين البروبورشنال ايش ميزه كانت البروبورشنال او ايش ميزه البروبورشنال؟ انه هو اذا الايرور كبير بكبر الاوتبوت، واذا الايرور صغير بصغر الاوتبوت. اذا هون عندي في فيكست اماونت. هدول هم المشكلتين الرئيسيات في التراكينج كنترولر. هلا احيانا في بعض التطبيقات راح تلاقي التراكينج كنترولر مش مشكله كثير، اذا السيستم هو اصلا بطيء جدا وهذا ممكن يكفيك هذا ويكفي، والبرمجه تبعته سهله في التك. بس الاحسن عندي اروح على PID controller.